عينيك اسمع. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. برستوس إيسوس وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك،
وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. قبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا واكبر سؤالات وطلباتك الديسي منهم بالصلاحنا في كل حين أن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين أسقف المقرم الأنبا أرمية وأن ينيح نفس أختنا المحبوبة الخادمة إيمان أنسي في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. وعن سري شعبك وعن هذه النفس وعن هذه الكنيسة وماضيك المقدس هذا الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت يا رب هو الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوات العدو. يسوع أنك ناي أبان وتيان تشيب إمو أوسي وشي منشو إنجا ميتشني تنتهو إيروك أويو أوسي أوسي سريك عريب ونخم بن بطري يرشيس بباب وتوازر صفار شريف ما تقرو في جنب فيسر ونص افكش فيرن لي طرغو اوز بني او تسوى بن زيك اوز افر ميا ببسكو بوز بي من ريت انت بخريستوس تن او اوش تن موكو بي خريستوس نم بكيو تن او اغسوس نم ببن بماي سوى بشيا اياك صوت امون نينام سبتني كأيوك أجيب نفماتي كنين كأي كيستوس أوناستوني أونونا آمين هللويا. ترتي المزامير معلمنا داود النبي والملك فلتعدي جميعنا آمين. بارك يا نفس الرب وجميع ما في باطني يبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع تسابيحي الغافر لك جميع آثامك الذي يشفيك أمراضك المنقذ حياتك من الفساد الذي يترجاك بالمراحم والرفات. السماء بالرب والأرض أعطاها لأبناء البشر ليس الأموات يسبحونك يا رب وكل الهابطين في الهاوية لكن نحن الأداء نباركك يا رب من الآن وإلى الآباد. هللويا. تاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت نفسي في يديك كل حين ولم أنسى ناموسك منذر إلي وارحمني تقوم خطواتي كقولك تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. Oh.
بركاته علينا امين. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد وللبهائم جسد اخر، وجسد الطيور نوع اخر، وجسد السمك نوع اخر. من الاجساد سماويه واجساد ارضيه، ولكن مجد السماويات نوع ومجد الارضيات نوع اخر. مجد الشمس نوع، ومجد القمر نوع آخر، ومجد النجوم نوع آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في مجده. هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في الفساد ويقام بغير فساد، يزرع في الهوان ويقام في المجد، يزرع في الضعف ويقام في القوة، يزرع جسما نفسانيا ويقوم جسما روحانيا. وبما أنه يوجد جسم نفساني فإنه يوجد روحاني أيضا. هكذا مكتوب: جعل آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. ولكن لم يكن الروحاني أولا بل النفساني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. وعلى مثال الأرضي يكون الأرضيون، وعلى مثال السماوي يكون أيضا السماويون. وكما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب، كذلك سنلبس أيضا صورة السماوي. نعمة الله الآب فلتحل على أرضنا. Agios othe os agios echeros agios athanatos o egbarthen o genet eleiso agios othe os agios echeros agios athanatos o stavrotis dim eleisonim agios poseos agios echeros agios athanatos o anastasikton nekeron ke anelsoniestos uranos زوك سبت لينك أيوم كأغيوب نبما كلمك آئيك استوس أيوم نيونون آمين جتري شليل أبي بروسف كي استاسيتي اسماني بو سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا
إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولا أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديس. صلوا من أجل إنجيل الموقع سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا رجاءنا كلنا وقياماتنا كلنا. هللويا مارو جاسفن التكليسي أنت بيف لاوس أو مارو رفيف كذرا انت نبرز بينت رون جي افكون اومتيوت امفريتي انا نايسو افي نافن جنيت سوطون وفي ونوف افار كنين شوينس اوو انف او بيف وبشايني قطعت تقسيس من شي سيدي شوين سوين عم مكبنيوتي سوين بطريان شيل سبابا بتدرس بما هيصنا من بنيوت نيبس كو صفا ارميب شوين سافي اربتين اون Alleluia, Alleluia. Ya Isus, bi Christos, ebshiri ebefno, ti afshok tev ejem bito o entabur alleluia. Tasite meta vovo se o akosomento agio evangelio. Qifu bimakhafati Allahi. لنسمع الإنجيل المقدس من بشارة الإنجيل لماري معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. ارجع يا نفسي الى موضع راحتك لان الرب قد احسن الي.
يا رب خلص نفسي. رحيم هو الرب وبار. كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل إبوة مصر الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد. ألا تقسيم الكيس صادق الرب عن يمينك يا أبينا الطوبى والبار، الباب المعظم الأنبات ودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الرب أرميا. الرب يحفظ لنا حياتكما. آمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراس، جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير السمان، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة، فأنها قد عملت به عملا حسنا. لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلت هذه المرأة تذكار لها. افتح لها رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة، ولتستحق أن تنظر النعيم، ولتدخلها ملائكة النور إلى السماء وإلى الحياة،
ولتتكئ في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها يا رب خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وغير معرفة معا، لأنك أنت رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. وبرحمتك عز كل الذين خلفتهم وأهل بيتها إليهم صبرا وعودهم أجرا صالحا بسمائيا بشفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم وجميع صفوف السمائيين. فلتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك، أعطهم برودة ثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي، وكن ناصرا نحن المؤمنين. نسجد لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. بركة وعزاء لجميعكم. بروحك أيضا فنسى الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسى ربط من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وأخواتنا. اطلبوا عن آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ أول بات. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا العساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس، وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، أبانا العلمانيين، أن ينيح نفس الخادمة الدكتورة إيمان أنسي في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. تفضل يا رب نحفظ حضانة أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع خضرة على ماء الراحة، الموضع الحضن الكابة والتنهد في نور قديسين. في اليوم الذي رسمته كمعيدك حجاري كاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم ترى عين لم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر. معدة الله لمحب اسمك القدوس، لا يكون موت العبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحكم طوان وتفريدك وبشقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. المسيحين الرزق سنة الذين في المسكونة كلها، من مشارك الشمس إلى مغاربة ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه
وكل واحد باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فانه ليس حطهر من دنس لو كانت حياته من واحد على الارض اما هم يا رب الذين خست انفسهم فنيحهم ولا يستحق ملكوت السماوات اما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك امامك واعطيهم ايانا نصيبا وميراثا مع كفه قديسين يا رب ارحم بسم الاب والابن والروح القدس الى ان واحد امين يعز علينا أن نودع في هذا اليوم هذه الملاك الطاهر دكتورة إيمان أنسي زوجة الدكتور سليم صادق ووالدة الدكتور جورج سليم وابنة المرحوم أستاذ أنسي الأمس إبراهيم مؤسس الخدمة في هذه الكنيسة وأمنا مدام ميرفت بشارة والدتها وأخوها دكتور إيهاب أنسي نقدم تعزيات قداسة البابا المعظم الأنبا طادوس الثاني الذي دائما يعزي أولاده كما نقدم تعزيات نيافة الحبر الجليل جزيل الاحترام أنبا أرميا الذي حضر خصيصا بنفسه الذي عاصر هذه الأسرة وعاش في وسطينا كنا كلنا أسرة واحدة تاريخ طويل في علاقتنا بهذه الأسرة المباركة كما نقدم تعزيات الراهب بطرس المقاري تعزيات القمص برسوم سعد الله كنيسة العذراء بأبيسيفين مدينة الأمل وأيضا قس إسحاق قسطور والقس بيشوي إكرام والقس مرقس جميل والقس بيشوي جبالي من كنيسة العذراء بأبيسيفين بمدينة الأمل وأيضا تعزيات القس إبراهام حسب الله كنيسة الأنبا إبراهام مسقفية الخدمات ونقدم أيضا تعزيات كهنة ومجلس هذه الكنيسة العذراء والأنبا بشوي وعلى رأسهم قمص سويس عويضة كما نقدم تعزيات خدام وخادمات الكنيسة وكل قطاعات واجتماعات الكنيسة كلمة تعزية أقدمها لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا والابن الله روح كل سنة واحد أمين صعب علي أخوتي الأحباء أن أقف في هذا اليوم لأودع أختا ابنة زوجة أما خادمة عاشت معنا في هذا المكان لكن نودعها في هذا اليوم الذي يوافق عيد التجلي نودعها بالألحان الفريحي وهكذا كانت إيمان حقيقة
التجلي الأول الذي بعثنا البشرية أن الله خلقنا جميعا على صورته ومثاله، على شبه الله خلقنا. أما التجلي الثاني الذي نحتفل به في هذا اليوم وما حدث على جبل طابور، أن ربنا يسوع المسيح حينما ظهر في التجلي كان معه موسى وإيليا يمثلان البشرية كلها. وفي هذا التجلي ستتكلل طبيعتنا في المجد. أما التجلي الثالث فهو في القيامة العتيدة، يوم أن نقوم بأجساد نورانية على شبه جسد مجده ونكون كملائكة الله في السماء. فهذا العيد الذي نودع فيه إيمان يذكرنا بالمجد الذي ستناله طبيعتنا. في التجلي المقبل سنتخلص نهائيا من المادة، وسنتخلص نهائيا من الخطية، ونتخلص نهائيا من الحروب الروحية. نتخلص من المادة ونخلع هذا الجسد الكثيف ونترك العالم المادي كله. فهذا الفاسد يلبس عدم الفساد، والخليقة كلها تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، وننال التبني فداء لأجسادنا، ونتخلص من الخطية حينما نأخذ إكليل البر. والحقيقة لن يكون هناك ليل فيما بعد، ويكون فرح دائم. وهذا من سمات التجلي الأخير، ونبعد عن نتائج الخطية من الحزن والوجع والألم والخوف. في هذا اليوم الذي أودع فيه إيمان هذه الابنة وهذه الأخت كما قلت، والخادمة والزوجة والأم التي أعرفها منذ أكثر من 50 عاما، وكما قال أتسابونا إسحاق عشنا معا كأسرة واحدة، وللآن نعيش كأسرة واحدة. قبل أن أتكلم أنقل إليكم تعزيات أخي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة لسفره مرافقا لقداسة البابا، وهو أعرف هذه الأسرة حينما قابلهم في أبو ظبي. لو هتكلم في هذه اللحظات هتكلم بلسان الدكتور سليم الزوج، الدكتور جورج الابن، ومدام مربت أو تصوني مربت أو أختنا مربت الأم الروحية التي كانت تحتوي كل خدام وخادمات هذه الكنيسة. أنا مش هذكر كل اللي حاضرين، لكن هذكر إيهاب الأخ الأكبر الذي يحس بما نحس به جميعا الآن، والأسرة كلها فردا فردا، لكن بما أننا أسرة واحدة
أريد أن أقدم لكم من هي إيمان. الحقيقة في طوال خدمتي ورهبنتي وكهنوتي وأسقفيتي لم أقابل إنسانة زي إيمان. وهتستعجبوا إن أنا واقف بتكلم ورا، أنا اتكلمت في نفس المكان يوم ناحية أبونا بشوي عياد هنا في نفس الوقفة دي عشان كنت بكلمه هو. النهاردة أنا بتكلم إيمان، عايز أقدم لكم صورة لمجمع فضائل. كانت فاضلة عاقلة مدبرة مطيعة خاضعة مضيفة للغرباء. تهاب رجلها ملازمة لبيتها، كانت تحيا وتعيش ما تعلمته في هذا المكان، وتحيا الكتاب المقدس وتنفذه وتنفذه عمليا. وأنا أشهد بكل ما أقول لأني أعرف عنها ما لا أعرفه أحد. تجملت بالمجد والشرف فافتخر بها رجلها، لأن المرأة الفاضلة تاج لبعلها. عاقلة هادئة في زينتها، فكانت تتزين بلباس الحشمة مع ورع وتعقل. إن قلت أكثر من هذا إنها مدبرة قال بولس الرسول: أريد أن الحدثات يتزوجنا ويلدنا الأولاد ويدبرنا البيوت. فتزوجت وربت ابنها تربية حسنة وكانت حكيمة في بيتها، كانت مطيعة، مطيعة لزوجها، مطيعة لأمها، مطيعة للكنيسة، مطيعة لأبوها المسؤول عنها. كانت قديما النساء القديسات خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها. لم أسمع عن إيمان طوال فترة حياتها أي مشكلة. والأكثر من كده، كانت مضيفة للغرباء مشهودا لها في أعمال صالحة، أضافت الغرباء فاستحقت أن تغسل أرجل القديسين. كما قلت، المرأة فالتهب رجلها فكانت تهاب وتحترمه. صراحة إيمان اللي انتم ما تعرفوهاش هو إيهاب أخيها، تركهما والدهما في حادث أليم مرتبط بالخدمة في الكنيسة العامة، وتنيح كانت هي لسه في الثانوية العامة أو يمكن دخل ثانوية عامة. ومنذ ذلك الوقت صارت إيمان
ابنة لي. عاشت، عاشت حياة الفضيلة فصارت امرأة فاضلة، امرأة حسب قلب الله، يمكن الاعتماد عليها. أقول لكم في كل الظروف، في كل الطوارئ وكل مهمة صعبة، كما كان أبيها هكذا كانت إيمان، كانت على درجة عالية جدا من النشاط، وما كانش عندها إحساس إطلاقا بالكبر ولا الذات. كانت تهتم ببيتها، ولذلك لا نستطيع أن نقول أن ثمنها كان غالي جدا ويفوق الآلي. هكذا كانت إيمان. كلمة فاضلة هنا لا تستطيع أن أعبر بما أقول، لأنها لم تكن تنفذ الواجبات المطلوبة منها تجاه زوجها أو ابنها أو أمها، لكنها عملت هذا الكلام، فأي فضل لها؟ هي عملته، عملت أكتر منه. وهقوله، كانت تلازم بيتها فاكتسبت مع ذلك فضائل كثيرة، وكانت تنصح الحدثات بعد أن ذهبت للحياة في أبو ظبي أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن، صالحات خاضعات لرجالهن. كانت بتعيش الآية وتعلمها للناس، وكانت من مميزات إيمان إنها لا تنتقل من بيت إلى بيت أو من مكان إلى مكان، يعني ما كانتش بتضيع وقتها أو تستهلك وقتها في أحاديث غير بناءة. لما هي كانت بتعمل المطلوب منها وكانت بتعمل فوقه كمان حبا في إلهها وربها ومخلصها يسوع المسيح، وأيضا في زوجها، كانت تحاول أن تتشبه بالسيد المسيح، وكان يحركها الروح القدس. تعمل في نشاط في البيت وأيضا مع الذين هم من خارج البيت، فصارت مسؤولة، وبقول مسؤولة عن زوجها وابنها ووالدتها، وقول كل زويها بكل أسرهم، وأيضا كل الفتيات اللي ربنا أتمنهم عليها في خدمتها في أبو ظبي. أيضا كانت مسؤولة عن الفقراء بدون أن يعرف أحد، وكانت مسؤولة عن كل من هو في خطية واقع فيها من الذين حولها. وعشان كده إيمان ينطبق عليها كلام الحكيم، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد. وهنا هقف معاكم وهتكلم إيه العلاقة بين سفن التاجر اللي بتجيب طعامها من بعيد وبين إيمان. إيمان تعتبر مثل لكل بنت لم تتزوج، أو كل بنت تزوجت ولم تصر أما، وإن صارت أما هي مثل ليها في كل أمور حياتها من أول ما ولدت حتى نياحتها. كانت دائما يديها ممدودتين بالفرح وبالعطاء، وتعطي وهي مبتسمة. كانت تعمل بيدين راضيتين. وهنا هتكلم عن الشبه. السفينة أو السفن اللي بيتكلم عنها الحكيم ليها ربان
لها قائد بيقود هذه السفينة. إيمان كان ربان سفينتها وقائدها هو ربنا يسوع المسيح، فكان في قلبها وفي حياتها وفي بيتها، كانت تبحر معه في حياتها، وكانت تتجه معه باستمرار تجاه شاطئ نجاتها. وحقيقة وصلت للبيت السمائي النهائي. كانت تصلي، وفي صلاتها كانت تردد ما قاله الصبي صموئيل: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. كانت بتعمل زي شاول الترسوسي لما سأل وقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ تقعد كل يوم عند رجلين السيد المسيح عشان تسمع كلامه وتسمعه جواها وتتمتع بيه. دي أول نقطة في إيمان. النقطة الثانية: سفن التاجر دائما تهتدي للطريق في البحار بالبوصلة، أما إيمان فكانت تهتدي في بيتها وحياتها بكلمة الله، فكانت هي البوصلة التي توجهها. عاشت في وسطنا ولم يعلم بها أحد كسائحة في هذا العالم المظلم، عالم مليان بمكايد وأخطار، لكن كانت تردد مع داود: فتح كلامك ينير. تفتح كلام ربنا لأن ده هو السراج اللي بينور لها الطريق. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. كان كلام ربنا هو النور اللي بينور لها في الليل وفي النهار. كان لذتها طول الوقت، وعشان كده سراج إيمان لا ينطفئ ولن ينطفئ. كأي إنسان ممكن يقع في مفترق طرق ويقع في حيرة وسط الخوف والقلق، كانت تسمع صوت الله بوضوح، فكانت كلمة الله هي المعلمة والمرشدة لإيمان، وكانت هي الفيصل النهائي في كل أمر في حياتها. كان لسان حالها يقول: شهاداتك هي لذتي. حقيقة لم أرى أمانة لطاعة كلمة ربنا زي إيمان. وحينما كنت أسمعها وأقعد معاها أحس بخجل تجاه نفسي، كيف دقة إيمان في حياتها الداخلية وفحصها لكل أمر داخلها. سفن التاجر بتجيب بضائع من بلاد بعيدة. طب إيمان بتعمل إيه؟ بتاخد بركات السماء اللي خدتها في غرفتها وتقدمها للنفوس اللي حواليها. ما كانتش بتعتمد على الناس اللي حواليها يدوها غذاء أو يدوها معونة، لأنها كانت تعتبر العالم برية قاحلة. كانت تتكل على الرب، كانت تنكر ذاتها. وصلت إلى أن أصبحت يكون عندها استعداد تام لأن تقدم كل ما عندها لكل النفوس المحتاجة حولها. إيمان تمثلت بسفن التاجر اللي بتمشي في المحيطات والبحار وتتحمل العواصف والأمواج. أتتها الرياح بأمواج شديدة وعنيفة وعاتية. كانت حمايتها في ربنا.
لم تخف. أقول أكتر من كده، ثبتت وثبتت زوجها وابنها وأمها، وكانت تستعد في صمت رهيب، واعتزلت عن الجميع للقاء الحبيب الغالي عريسها السماوي. آخر مرة شفت إيمان كنا بنتكلم في التليفون كتير، وبنتكلم ونفتح الفيديو يعني، لكن شفتها بالجسد. قعدنا مع بعض 12 ساعة. كنت أعلم وواثق إنها جاهزة. عشان كده هي عاملة زي سفن التاجر التي لا تحتفظ نفسها بشيء. السفينة بتجيب حاجات من كل حتة، بتروح المكان اللي هي عايزاه أو المقصود وتنزلها، وتخرج السفينة بلا شيء. هكذا كانت إيمان تقدم كل شيء لمن حولها، تقدم حب عميق. أقول لكم إيه، يصل إلى البذل والتضحية، تعطي جهد وتعب، عطاء مادي، عطاء روحي، عطاء نفسي، عمل فردي، كل واحد عاسر أو بائس، وحتى لو تعبان تقول ده تعبان أكتر مني، وتطلب الصلاة للتعبان قبلها. وفي كل الأمور دي لا تنسى أهل بيتها. فكانت إيمان نموذج لهذا الجيل يحتذى به. أنا مش بمدح إيمان عشان واحدة من بناتي، لا، إنها مختلفة عن كل البنات الذين رأيتهم كما سمعتهم في كلامي في الأول. سفن التاجر بتفرق الحمولة في الميناء، إيمان سعت وجهدت عشان تربي ابنها جورج، ربته في مخافة ربنا. قال لكم إيه، ما كانتش بتعطي لعينها أو الأكنون ولا الأكفانها نهاس، كانت تصلي ليل ونهار وتراقب أهل بيتها بهدوء بروح الوداع، كانت تشجع تعطي حرية، وتستخدم اللطف وتستخدم القدوة عشان توصل الكل لسفينة النجاة. هذه الأم التي رأيتها في إيمان. إيمان عاملة زي سفن التاجر. سفن التاجر وهي طالعة بيجهزها لرحلة طويلة، محدش عارف هتوصل إمتى. هي مشت كده، كانت بتسعى نحو الغرض في خضوع كامل لمشيئة ربنا، قلب متعبد، قلب شاكر، لا تكل ولا تخور، لم تخف على الإطلاق، وفي كل ألمها كان لها الروح الوديع الهادي. لم تيأس أو تتذمر. لكن كانت تحيا بقوة وفرح تستمدهم من الروح القدس. هي تغلبت على كل العوائق وعلى كل المصاعب من أجل السرور والفرح اللي كان عينها عليه قدامه منذ أن رأيت إيمان. وتعاملت معها، تعلمت الهدف الواضح فلم تحيد عنه طوال حياتها. الحقيقة يوزني كثير من الوقت
يتكلم عن ابنة في الكنيسة عاشت مدة قصيرة جدا بالنسبة لأعمار البشر، ولكنها قدمت ما يفوق الخيال. هي الآن تقف أمام سيدها لتسمع منه هذه الكلمات: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. فعلا حبت ربنا، اشتاقت إليه، وكان قلبها كله مملوء بحبه، تعلقت به ولم تذهب إلى دير، وتزوجت وأنجبت وعاشت في العالم وحفظت كلامه ولم تنكر اسمه، واحتملت وصبرت وقاست وجاهدت ونالت. هنيئا لك يا إيمان، هنيئا لك وصولك بعد جهاد مثمر، وليعيننا الله كما أعانك لنصل كما وصلت. باسمي وباسم كل الحاضرين نقدم العزاء للأسرة متمثلة في الدكتور سليم والدكتور جورج والدكتور إيهاب ومدام ميرفت، ونشكر كل الحاضرين الذين جاءوا من آباء كهنة ورهبان ومن شمامسة ومن خدام ومن زملاء ومن العائلات اللي جم من أسيوط واللي جم من كل مكان. نشكرهم لوجودهم معنا في هذا اليوم، لنودع أختا، ابنة، زوجة، أما برا. نطلب من الله أن يكون لنا مكان مثلها في أحضان القديسين، ولهنا كل مجد دائما أبديا آمين. أمين. أدلينو يا زوج سابتريك أيوك أجيبني ماتيك نكايك استوسيون استونيون تنو شفورنغو إمون جيو بن شوي سيسوس بي إبشيري مثل نفشوب دو إجين بيتون تابور ستي مونو ونينان أكيج يتخريس موي سيستيمت أوي بن تيمن شيح سادي تيمت خلو ينتي ياغو بن وغنا انتي ما توصال ميكاتي صوت بنتي دابيد تي صوفية انتي سولومو ابن مام براكليتون في إطافي إجيني أبوستولوس من بنيوت إبسكو وصفا إرمية إفنوت إمتيت بيفتقرو جن إسرونوس عن ميشن رمبي نمان سي إنهيريني كون تيف سفيو إنو غاجي تيرو صبي سيت إنو إتشالف جين كولي كريه ليسون كريه ليسون كريه فلوغيسون امين اسموير موير ويستي ميتان يكوني فولغو امبي اسمو امين اساشو ورون تترين امينان انتكرين اسمنا انتكرين اكنو بنا نبول جسوك تتقوم نبي امشان امين. اللهم جعلنا مستحقين كل بشكر يا ابانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضاً المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحي يشفع قدسكم مع جميعكم وتعزيكم، امضوا بسلام، سلام ربكم معكم. في أتوبيس خارج الكنيسة.